السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سهل جدا تعمل بيه الفيديوهات، مجرد تكتب النصوص وتحط الصور وهو يبدأ ينظمهم لك بشكل جميل جدا، وتلاقي الفيديو جاهز معاك بالشكل ده. فمن خلال الذكاء الصناعي انت مجرد بس بترتب الشرائح اللي هتتعمل بعد كده فيديو، تقدر ترفعه على اليوتيوب او انستجرام او اي حاجة انت عايزها. والموضوع سهل جدا، مجرد ان انت تختار الكلام اللي انت عايزه او الموضوع اللي انت عايزه، ممكن مثلا حاجات خاصة بالماركتينج، حاجات خاصة، هو عنده كذا تمبليت تقدر تبدأ من خلاله تحدد التمبليت اللي انت عايزه. مجرد بس ان انت بتبدل الكلام وتبدل الصور تلاقي الفيديو جاهز معك.